اوكي مرحبا، كيف حالكم؟ ان شاء الله تمام. هذا بهذا الفيديو عم نكمل بقراءة كتاب المونادز. طبعا اهلا وسهلا فيكم في قناتنا سوبر لينكس. طبعا الموضوع بتعلق في لغة هاسكل. هلا صرنا في القسم 1.4 من الكتاب، والعنوان بيقول انه يعني اثنين بحق واحد، two for the price of one. اوكي، اثنين بحق واحد، اوكي، بسعر واحد. فتعريف الفانكشن فلاتن اللي بيكمل معانا من الحصة الماضية، بيعرف كان بتحدث عن الفانكشن فلاتن اللي هو بفلطح اللستة مثلا، او الميبي كان عم بيحكي يستعمل لما عمل فلاتن الميبي، باستعمال ذن، وبالعكس كمان ما بيعتمد على اي على اي شيء العلاقه في ميبي او اي خصائص معينه تبعيه التايب كلاس او النوع اللي اسمه ميبي. هذول بس او بمعنى كلمه ميبي هون بمعنى انه يمكن يكون عندك شيء. اوكي، فهذول هن بس استعمالات معينه محدده لهذول الدوال. هذا بيقترح انه نحن ممكن نعمل او بنقدر نعمل نفس الشيء مع النوعين الاخرين من الداتا اللي تم استخدامه في هذا الفصل، الفصل الاول اللي احنا لسه فيه. فخلينا نبلش مع يعني النوع الفانكشن تبع الفلاتن لما نستعمل الداتا تايب اسمه ستيت. يعني نجيب الفانكشن فلاتن ندخل عليه الداتا تايب اسمه ستيت، اوكي، اللي هي الحاله. فلات معناها شو اسمه، مسطح، اوكي، او مفلطح، تمام. فلما ندخل داتا اسمها ستيت هون اس، وفيها جواها كمان نوع تاني ستيت تاني اس، اوكي، اي يعني هون في عندك ستيت حاله وبتعين بالاس الحاله شو طبيعتها، وبعدين جواهم مفروض يعني كيف تبلش. في عندك التايب ستيت هو بياخذ اصلا ستيت حالي، يعني النوع اللي اسمه الحاله، بياخذ الاس اللي هي الحاله قيمه الحاله، وبياخذ القيمه نفسها اللي قاعده عليها اللي بتكون بالحاله اسمها اس. لنعيد، مثلا في عندك داتا تايب اسمه ستيت، في نوع من الداتا اسمه الحاله، بياخذ قيمه معينه اي بش مكان نوعها، بس هاي القيمة A موضوعة في الحالة اللي محفوظة في القيمة S. اوكي، طيب هلا هو شو بده يجي يعمل؟ قال لك بدي احط هون محل ال A ويعملها بالطريقة الموجودة هون من state S state S A. فهمتني كيف؟ يعملها بطريقة كما بطريقة انه state S بين قوسين قيمة ثانية من نوع state. يعني هون محل، لو فرضنا بس هيدي اللي هون بين الهلالين، محل ال A حط قيمة ثانية من نوع ستيت اللي هي كابيتال S ستيت، اوكي؟ لحتى يعطيني شو؟ ستيت S A، يعطيني قيمة جديدة من نوع ستيت، اوكي، من نوع حالة اللي نوع حالة وفيها الحالة تبعت القيمة A، اوكي؟ والحالة نازلة بالمتغير أصلاً، تمام؟ فلما أجيب لك شيء بيكون ستيت وحاط دبل اس، يعني ستيت فيها ستيت، هو قصده هيك يعني اثنين اس، تستعمل فيها الفانكشن نكست وستيت مع الاي دي. اوكي، الاس اس هذا بدخله مره ثانيه مع الاي دي. طيب اوكي، لحتى نفهم شو اللي صاير، فينا نبدل الفانكشن نكست اوكي مع التعريف تبعها. فاذا شو تعريف النكست؟ هون بقول لك اذا جبنا الفانكشن اس فلاتن على الاس اس، يعني جينا فلطحنا الاس اس، شوف كيف كانت ستيت فيها ستيت، فانا بدي اقلبها لوحده ستيت، هو هيك قصده يعني فلطحها، اوكي، البطح تبعها يعني، اوكي، بيبطحها بهالطريقه. فبيكون في عندنا، اوكي، خلينا نفترض انه في عندنا داله مبنيه على المتغير اي، وافترض انه عندنا بالداله هاي الانونيمس انه خلي بين قوسين هالتوبل ار وار واي فتحة، اوكي، الار واي فتحة هذا توبل اوكي،
اللي هو اس بتكون وين او اي موجودة في الاي دي تبع الار والاي برايم. اوكي، في كلمات اخرى، بكلمات اخرى انه هي الفلاتن اساس، انه لو بدنا نعوض شو مكان يعني نعوض الاكس الفانكشن نكس بالتعريف تبعها. اوكي، انه افترض عندي شيء فانكشن مبني على المتغير اي. اوكي، وافترض في عندي قيمه هي بين قوسين ار واي برايم، الفلاتن اس اس بتكون هي الاس اس اي. اوكي، بالار والاي برايم. تمام، بالملخص بقول لك احنا فينا هلا بصراحه انا هم فهمت كيف بدي اظبط هذا، مش رح اكذب عليكم يعني. اوكي، انا هون ما فهمت هاي. اوكي، التعويض اللي صاير نرجع على الفانكشن نكست كيف اعرفه. نرجع لورا هذا هو نكست. اوكي، الفانكشن نكست بياخذ ستيت، بياخذ حاله وبياخذ فانكشن. تمام، بحيث انه القيمه هون اللي جاي مع الحاله بتتاخذ، حابب فانكشن ثاني بيعطيك ستيت ثاني. شايفين كيف؟ تمام، وخلينا نرجع بالاول كيف النكست معرفه اصلا. من الاول اشوف وين النكست. هون هي بلش اعرف النكست. بس خلينا نرجع نشوف وين بالضبط. اول مرة بلش يحكي بالنكست، رجعنا على الاول كتير. لا معش، خلص لازم ننزل الفانكشن نكست تحت. اوكي، فبقول لك انه ايه عم بيعمل فاين زي الفانكشن كومبوزيشن هون. اوكي، بالنكست وعم بيقول لك هو هون انه شيء مع كاونتر اي بيعطيك هون فانكشن. طيب اوكي، طيب لما رجعنا احنا هون هذا تعريف النكست. بيكون تعريفها انه هي الاف اللي هي بتكون بحيث انك انت الاف تبع اي، بحيث انه الاي هي نتيجه شو الجي لما طبع الار والاي برايم. اوكي، طيب اذا لما ننزل تحت احنا شايف كيف تعريف النكست على اساس انه ستيت. تمام، عشان نرجع الموضوع بالاساس. طيب نرجع لتحت على القسم 1.4. طيب فاذا بنفرطها للفلاتن على اساس استعمل فانكشن نكست واس اس واي دي، يعني انت هلا بدك تجيب الفانكشن اللي جاي محل الاس اس وعندك الفانكشن اي دي. تمام، فبتكون انت هيك بالتالي بتعرف في شيء متغير اسمه ار وفي متغير ثاني اسمه اي برايم، بحيث انه الاي جاي من تطبيق الاي على الاس اس، بس وين بتكون على الار والاي برايم. اوكي، يعني الاي بتكون جاي من الار والاي برايم. اوكي، طيب هلا باختصار بقول لك بالايجاز
احنا فينا نستعمل الحالة الأساسية I حتى يعني نفك اللفة هاي عن أول طبقة من state. يعني لاحظ هون إنه في عندك هون state عم بتلف بين القوسين، حاط لفيته هيك زي بتلف الورق، بتحط زي بتلف ساندويتش أو بتلف خريطة وحاط فيها جواها شغلة، أو مثلا زي بتجيب شغلات وبتلفهم بورقة. أوكي، فلاحظ هون state البرانية لافة اللي فوق اللي جواها بين الهلالين. هلا لا، احنا بدنا نفك هذا اللف كله. أوكي، هالتوضيبة هاي، فبنفك الطبقة الأولى هاي من state. فاحنا نستعمل الحالة الأساسية I حتى نفك الطبقة الأولى من النوع state. أوكي، فالنتيجة تبع هذا الفك هو بضل حساب آخر ل state وبعض التعديل في الحالة، تمام، اللي هي هون بتنزل في الأس. أوكي، أو هون يعني مو تعديل الحالة اللي بتطلع، يعني عندك في قيمة وفي عندك الحالة تبعها، فهون بصير في تعديل تاني على الحالة. أوكي، الحالة الرقم 2 هون، أوكي، الثانية اللي احنا فينا هاي فالحالة الرقم 2 هون هو اللي بنستعملها حتى ننفذ الحساب على المطرحة اللي صارت مفكوكة، صارت مفروطة، صارت مش محطوطة باللفة اللي صايرة هون. أوكي، ماشي، مشان هيك احنا بنعمل هون بناخذ الار والاي. اوكي، ومثبتها على الاي دي. شو الاي دي؟ بتعطيك نفس الداتا، فانت بتاخذ الاي برايم ترد بتطلعها. طيب، هل العمليه الحسابيه المقابله للستات هو شوي معروف اكثر من الفانكشن الفلاتن على النوع اللي اسمه ستيت او حساب ستيت. اوكي، ف الفانكشن تعريفه بيكون عندك في فانكشن اف. اوكي، بيكون عندك لستة وبتطبق او بتاخد عنصر من اللست تاخد كيف ده، او بتاخد لستة بعدين في عندك بتاخد فانكشن بياخد قيمة من نفس نوع اللستة، طبعا حيكون عناصر من اللستة، وبعدين طلعوا لك لستة ثانية بيه. اوكي، يعني الفانكشن هو حيشتغل على الليستة هاي، يطلع فانكشن اي يطلع لك لستة تانية من نوع تاني بي، مش ضروري يكون من نفس النوع يعني. اوكي، هيطلع هاي الليستة هي كنتيجة، تمام. فهذا الفانكشن معروف بهاسكل، اسمه كونكات ماب، هيك اسمه كونكات وكابيتال ام ماب. اوكي، طيب، فهذا الاسم يعني منطق، يعني شكله منطقي مفهوم، بما ان لانه ترجمة التعريف تبع الفانكشن دن اندرسكور باستعمال فلاتن يسمى كونكات. اوكي، بحالة الستات يعني اذا استعملت فلاتن اوكي ودخلت فيها الفانكشن دن، فبتصير كانك عم تعمل كونكاتينيشن، بتعمل لصق لكل العناصر الموجودة في الليستة. اوكي، بحالة الستات. اوكي، فإذا عندك لستة مع ملف عناصر اسمك اكسات عم بطب، او عندك فانكشن اف، اوكي، فكانك جبت الفانكشن كونكات وطبقت الفانكشن ماب على يعني اللستة هون، وعم بتطبق انه كل عنصر وعناصر لستة على الفانكشن اف. عرفت شو؟ طيب، حتى نعرف شو الكونكات، شو الكونكات ماب بتعمل، خلينا نطلع على مثال واضح. اوكي، اذا في عندك مثلا لستة فيها رقم 1 ورقم 10، وعندك فانكشن بقول لك شو بيعمل، بياخذ اكس زائد بيعمل لستة فيها اكس زائد 1 واكس زائد 2، تمام، طلع لسه بالشكل، ماشي، اول عنصر فيها اكس زائد 1، ثاني عنصر فيها اكس زائد 2، تمام. يعني الاكس اللي انت فيها مثلا صرنا على الواحد، اوكي، هون عم بحكي هون بالعنصر، هلا في عنصر مش هيك، فبلشنا باول واحد، فطلع لي هون
لستة بكون جبت أول عنصر زدت عليه واحد مثلا، ورديت تاني مرة العنصر هذا نفسه عم بتطبق عليه الأجزاء اثنين، زدت عليه اثنين يعني. وبالتالي تطلع لك لستة. هلا بترد انت بدك تاخذ العشرة وتصير تحط عوضها محل الاكس هون ومحل الاكس هون، فبطلع لك لستة تانية بتروح هدول اللستتين ضاممهم، هلا يطلع معك اثنين وثلاثة والحداش واثناش، اوكي؟ لانه انت عم تعمل شو؟ ماب الفانكشن هذا على شو اسمه، على كل عنصر من عناصر اللستة، اوكي؟ بس لانه هدول اللستات النتائج، فبتروح شو؟ ضممهم كلهم كمان بلستة واحدة وضممهم، كيف؟ لا للتوضيح أكثر استعمل برنامج ال شو اسمه؟ خلينا نطلع هون مثلا. طيب شوف، اوكي كبر الفونت بعد. انت بتقول مثلا عندك لستة فيها الواحد والعشرة وشيك، وهيك بعت لك وقال لك في عنا function شو بيجي بيعمل، بياخد x بيعطيك لستة جديدة فيها x x زائد واحد و x زائد اثنين، تمام؟ هلا هو شو بدي يعمل، شو رح لازم يعمل؟ طالما هي map يعني انت بدك تطبق هذا الفانكشن على كل عنصر من عناصر لستة. طيب اول تطبيقة هتطلع شو؟ هتطلع اللستة انه واحد زائد واحد والعشرة زائد عفوا والواحد زائد اثنين، تمام؟ هاي اول تطبيقة، ماشي؟ وتاني تطبيقة بتطلع عشرة زائد واحد والعشرة زائد اثنين، تمام؟ هلأ لما بتيجي انت طالما هو كونكات ماب، احنا هلأ هيك شو عملنا، طبقنا الفانكشن هذا الدالة هاي المجهولة اللامدا، اوكي؟ دالة لام هاي طبقناها على كل عنصر من عناصر لستة هاي، تمام؟ على العنصر واحد والعنصر رقم واحد والعنصر رقم عشرة، تمام؟ طيب هاي لازم احنا بعدين ما فيها تبقى هيك بالهاسكل، فاذا لازم بعدين تحولها ل 2 و 3، تمام؟ وهي كمان لازم تحولها ل 11 و 12، يعني لازم تجمعهم، عرفت كيف؟ بس هو شو عم بقول لك؟ كونكات ماب، يعني لازم اجمع الليستات اللي طالعه، ما في نتركهم هيك، فبطلع بالاخر كانك عم بتقول اوكي كانك عم بتقول هاي الليستة زائد هاي الليستة، هذا كونكات ماب، تمام؟ اللي هي بتطلع معك في الاخر واثنين وثلاثة كمان، منساش، فهمتوا شو؟ بتطلع معي بالنتيجة هيك، تمام؟ فشو تكون وضحت هيدي النقطة الكونكات ماب كيف تشتغل، تمام؟ طيب هلا بنرجع نكمل. طيب هلا هالنتيجة بتظهر انه لكل عنصر لكل قيمة بالاول لستة واحد عشرة، واحد وعشرة فيها الرقم واحد والرقم عشرة، هاي الدالة اللي هون قلنا عم تتطبق عم تنشغل، تمام؟ وكل النتائج بتكون خلص كبسوها كلها بلستة واحدة، تمام؟ لستة واحدة نهائية. فهذا المثال بيقترح كمان مشهد آخر للستة أو نظرة أخرى للستة، أوكي؟ أو منظور آخر للستة أو لنوع اللستة حتى، مش بس للستة، أوكي؟ مش بس ك بوكس بل كسياق ككونتكست، اوكي؟ كسياق نفس الطريقه انه الميبي اوكي بتضيف الاحتمال انه
ما ترجع شي قيمة، يعني ممكن تكون شي بين قوسين فراغ فاضي، يعني لستة فاضي أو شي لستة، بتضيف القدرة حتى ترجع عدة قيم، أوكي، قيم متعددة. تمام، فحقيقة إنه أنت فيك دائما تعرف واجهة بتشبه الصندوق، أوكي، من يعني واجهة بتشبه جاي على طريقة السياق، أوكي، وبالعكس كمان إنه جايبها مرة من طريقة الصندوق الواجهة أو بتجيبها من طريقة السياق، أوكي، بيظهر إنه من كونتكست، يعني طريقة الكونتكست بيظهر إنه أو ببرهن إنه هدول الواجهتين هون أو طريقة التخاطب هدول تنتين إني بس يعني وجهين لنفس العملة، عرفت كيف؟ تقريبا بأقل من 10 صفحات نحن كنا قادرين إنه نلاقي 3 أنواع من الداتا، عندنا state وعندنا maybe، أوكي، والليستة، تمام، يعني state هون والA والmaybe، أوكي، اللي هن بتشاركوا على تجريد على نوع مجرد مشترك، أوكي، وهذا هو النوع يعني الواجهة أو الانترفيس أو طريقة التخاطب المشتركة تسمى المونات، أوكي. فبهاي النقطة لغة هاسكل بصيروا يعني هي هاسكل وسكالا، طبعا الكتاب بيحكي عن هاسكالا، يعني بيتفرع هيك، بيعمل زي انفراج بالتفرع، اوكي، بالاسماء المعينه لل الدوال العموميه في المونات الجينريك فانكشنز، اوكي، الموجودين في مونات، اوكي، الاسماء المعطيين للجينريك فانكشنز للدوال العموميه، اوكي، اللي بتكون كل واحد بيعطي اسم شكل له، بكونوا هن هدول جينريك فانكشنز بيعرفوا المونات، تمام، أو بعرفوا شيء موند، حتى أي شيء على طريقة موند كمان. فبالحقيقة يعني المكتبتين اللي هن جايين مستوحيين من فكرة نظرية الفئة الكاتيجوري ثيوري، أوكي، لا سكالا اللي هن اسمهم سكالاز زد وكاتس، اوكي، هاي وهاي ما بتلاقوا كمان، تمام. فعملية السنجلتون، عملية هاي الفرد، اوكي، واذا بدكم نرجع للسنجلتون بس عشان اذكركم اياها، يلا 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 هاي السنجلتون، بتجيب العنصر بتحطه بلستة، ممكن تحط نفس الشيء، تجيب ريتيرن نفس الشيء، بيعمل هيك الفانكشن اسمه ريتيرن، بيعمل نفس فكرة السنجلتون، بحط تجيب قيمة بحطها بالميبي بال بشيء من نوع مونات، تمام. طيب، فقال لك هو انه هدول المكتبات اللي جايين من نظرية الفئة في سكالا، اوكي، سكالاز وكاتس، هدول الاثنيناتهم ما بيتفقوا، وهدول اللي هن الاساسيات، يعني المكتبات الاساسية بنظرية الفئة. اول شيء عملية السنجلتون، اوكي، انه انك تبني قيمة منادية من قيمة يعني صافية، اوكي، تسمى في هاسكل اسمها ريتيرن او بيور، اوكي، حسب، في فانكشن اسمه ريتيرن، في فانكشن اسمه بيور، بس الاثنين نفس الشيء، اوكي. وكمان عندك هلا بهذا صار فيس، بقول لك شوفي بسكالا وشوفي بهاسكل، هم شو وقت هلا،
اوكي بسكالا اسمهم بوينت وبيور او يونت في سكالا. تمام بالسيكونس اوبريشن. هلا مش عيب انه يعني انه واحد يعرف، بس ما انا بحب دائما اركز على هاسكل. خلصنا هاسكل وبس، ذا كله خاص بالفانكشنال. اوكي شو ما تعمل بعدين عمليه السيكونس التسلسل. اوكي او عمليه التسلسل هي مرات تسمى بهاسكل بايند. اوكي اللي بكتبوا هاسكل بيستعملوا هذا الرمز الاثنين اكبر مع يساوي، هول كلهم كلمه واحده. اوكي هذا الرمز هو رمز البايند. اوكي رمز السيكونس يعني تسلسل الاحداث هون بصير معك. اوكي هيك بتسلم من موند لموند لموند، عرفت كيف؟ بينما بسكالا بسموها فلات ماب. اوكي بسكالا بتروح يعني تميل نحو شيء فانكشن اسمه فلات ماب موجود في المكتبة الأساسية تبعت سكالا. طيب عملية الفلاتن معروف معروفة بكلمة join أو flatten، تمام اللي هي تبعت البطح الفلطحة تفرد كل شيء بلستة واحدة مثلا. اوكي هلا عشان عشان الكتاب ضلوا مش انه ساعة سكالا ساعة هاسكل هتشوف، عشان ضلوا ثابت في التسمية بقى الكتاب بيفترض انه الواجهة المنادية هون وطريقة الخطاب وطريقة المونات مع الكود هو متاحة باستعمال تايب كلاس اسمه موناد. هلا بنحكي عن تايب كلاسز يعني انت بتقول كيف النوع هذا بيشتغل، تمام شو التصرف تبعه. ماشي طيب اكيد فوق هدول لهاسكل تحت لسكالا. اوكي هلا اذا بدك تعرف المونات ككونتكست اوكي كسياق بصير في عندك كلاس مونات ام. اوكي بياخذ المونات هو تايب اوكي نوع بياخذ قيمه ام. اوكي بحيث انه اذا جبت انا استعملت الفانكشن ريتيرن لما بحط قدام الريتيرن شغله برجعها بطريقه موناد. اوكي بكون قيمه تبعها مونادك، تمام بجيب ام. اوكي الموناد هو ام، هون اسم الموناد ام. اوكي عم تعرف شيء موناد متغير ام هو طبيعته موناد، عرفت كيف؟ بس انت هون شو عم تجيب؟ تجيب الفانكشن ريتيرن مثلا بتحط جيب قيمه بتحطها بطريقه موناد، عرفت كيف؟ هلا كيف بنحسب المونات؟ حسب النتيجه اللي حتتسلم، تمام يعني كل فانكشن حيسلم حاله يعني بالاخر شو التايب تبعه. وهاي البايند بتكون انت عم بتجيب شيء مونادك يعني شيء قيمه وحاطه مركبها بموناد، وبعدين شو عم تعمل فيها؟ عم تسحبها من جواها عم بتطبع عليها الفانكشن اللي بدك اياه، بس هذا الفانكشن لازم يرد لك شيء ثاني من نوع موناد. اوكي شيء ثاني مركب في الموناد، تمام وبدأ تطلع النتيجة بالآخر هو هذا الشيء جديد. أوكي وهذا الجديد مش مهم يكون نفس النوع تبع الأولاني. أوكي يعني هو بلش بA طلع في B، هو A و B مش ضروري يكون نفس النوع، تمام. وبعدين هون الكلاس موند أم. أوكي هاي إذا بتستعملها طريقة البوكس يعني بتسحب الشغلات من جوات الصندوق. أوكي فالعتبت الموند هو عبارة عن صندوق. أوكي طبعا الفانكشن ريتيرن مش حيتغير، لكن في عندنا فانكشن اسمه الاف ماب، تمام جزء من الكلاس هذا من التايب كلاس. هون ما حدا خربط هون الكلاسات بالهاسكل هي الاوبجكت اورينتد اللي بنعرفه من جافا وهذا. اوكي موضوع ثاني، هون شيل من بالك هذا الموضوع من هلا رجاء، يعني لازم انا هون اصيح وخانق لانه عشان ما تتخربط كثير لازم شد على النقطه، تمام ما تضيعش يعني. فما حدا دائما فضلت تبعتها هذا بس عشان شد العاده الموضوع، تمام. فاذا هون عندنا ريتيرن مثل هون مثل فرضنا مثل ما حكينا هون، هاي الاف ماب بتكون انت يعني بتطبق على يعني مثل الماب العاديه تبعت الستات، بس انت هون اللي عم بصير انه بتاخذ قيمه
بتكون مونادك اوكي، وبترد بتطبق عليها فانكشن، وبالاخر النتيجه بتنحط مره، نتيجه الفانكشن تنرد في نوع بكون مونادك. عرفت كيف؟ يعني مثلا الاخراج الادخال والاخراج على الشاشه مع الطرفيه زي عندنا هون، هيدي بتتسمى زي ما بتطلع كل شيء بيطلع هون على الطرفيه، هذا بستعمل موناد بنسميه الاي او اوكي ماشي. وفي فانكشن ثاني اسمه جوين، يعني بتجيب الجوين هو اللي بيعمل فلات تمام، مثل ما شفنا شغله بتكون بقلب مونادك. هو لانه انت ما بالاخر ليش بدك جوين بالاخر؟ عشان شكله ما يطلعش حلو. عرفت كيف؟ حطها انت بس ام اي، ليش تحطها ام تبع ام تبع اي؟ عرفت شو هيك صار؟ ام تبع ام تبع اي، في عندك شيء من نوع مونادك حاطه بتاني مرة بنوع، يعني كانك عم تقول شيء تبع اخراج ادخال واخراج، وفي جوا شيء تاني كمان هو ادخال واخراج. ما خلص ما هو ادخال واخراج على اي حال، يعني فهمت القصد؟ هو ادخال واخراج لنفس القيمة، يعني شو حتفرق؟ ان حطيت هاي الام ولا هاي الام، هدول مثل بعض ما لهمش لازمة، خلص حطها دغري، هيك المقصود الجوين تمام؟ طيب طبعا السطور اللي تحت الاسكالا فمش اهتمامنا. نفس الحركة اوكي. فاذا هون فوق على طريقة السياق بالكونتكست، وهون على طريقة البوكس الصندوقة اوكي، هو سياق الكود يعني سياق الكلام. عرفت كيف؟ طيب هلا نشوف نصورنا بس على اساس انه اذا خلصنا الحمد لله خلصنا القسم، احسن ما نكون عم نسجل على الفاضي. يعني التعريف تبع يعني المخاطبة أو طريقة التواصل أو الواجهة العامة أو العمومية جنريك للموناد بيلقي الضوء على نقطة جدا مهمة أوكي. الموناد هن تجريد بيكون higher kinded، في شيء اسمه بدك تقرأ نظرية الفئة أوكي. وخليني بالاول بالاحرى اجيب لكم تروحوا تدرسوا عن نظريه الفئه اذا انتم طبعا هي انا لو حاولت اشرحها ما قدرت اوكي، يعني ما قدرت اشرحها مزبوط، بس يمكن فسرت شيء فيها. تمام اوكي، دوروا على هاي اوكي، هاي الفيديوهات تبعون هذا الشخص اوكي، تمام وهي وشارحهم، وهي له كمان طلع تبين له شو اسمه ف ماشي. هي سلسلة طويلة شباب، ما تفكروها صغيرة تمام. ايه اذا بدكم نجيبها مرة تانية هاي السلسلة اوكي لبارتوش اوكي، بس هذه يمكن بالشيكي بهيك شيء اوكي. هذا الزلمة هذا اللي عم غطي له على بلاي اول هون، بتبقى تحضروا له اللستة كلها بتفهموا شو يعني higher kinded اوكي. هاي موضوع طويل شوي تمام، انه النوع التايب في له شيء اسمه الكايند، يعني نوع النوع اوكي، كيف نوع النوع هلا بدك تدرس هاي الماده اوكي. فبقول لك هو عنده تجريد بيكون اعلى في يعني ما بدخل في تفاصيل النوع كثير لسه بعد تمام، عشان هيك بحكي عن higher kinded abstraction. هاي الجمله هون higher kinded abstraction، هذا تعريف المونات اوكي، هن higher kinded abstraction تمام، تجريد عالي يعني النوع فيه كتير عالي بالتجريد. ما بعرف كيف افصل لكم اياه اوكي. طيب انك تكون او ان تكون الشغله موناد هي مش خصيصه لنوع جامد، يعني مثل الانتجر ولا البوليان. عرفت كيف؟ مثل الرقم الصحيح والرقم او مثلا الحرف او البوليان اللي بتمثل الصح والخطا اوكي.
بس هو بيكون المونود عبارة عن منشئ لنوع type constructor مثل ما عملنا بالstate. state بتاخد أو مثل ما عملنا بالperson هذا كمان type constructor. اوكي عشان كيف عملنا بالperson سابقا. هنرجع شوي عند البيرسون عشان افهمكم اياها. نرجع النوع تبع البيرسون احنا قربنا. هيا مثلا هون شايف كيف؟ هذا التعريف تبع البيرسون. اوكي فبكون عندك تايب كونستركتور كيف؟ اوكي فالمونت هو عباره كمان تايب كونستراكتور مثلا يمكن يكون مثل الميبي او مثل الـ يعني او الدات تايب ليست يعني كل الليستات. اوكي فالقواعد النحويه تبعت هاسكل بتخبي هيدي النقطه. اوكي نشوف سطر دائما انسى شو معناته النقطه البسيطه سطر مش عم تبين. طيب فاذا يعني قواعد نحوية تبعت هاسكل بتخبي هاي النقطة الصغيرة هاي لكن بسكالا بتكون واضحة. اوكي فنحن بحاجة تكتب انه هاي بسكالا انه ام بين قوسين اندر سكور ام كابيتال هون بين قوسين وشرطة سفلية حتى تخبر الكومبايلر المترجم تبع اللغه انه العناصر تبع او اعضاء هذا واجهة التخاطب هاي او الواجهه هاي على الاقل عندها زي هيك ثغره بالنوع ثغره بالتايب. اوكي اللي هو ممكن يتغير ب يعني دوال مختلفه اوكي او طرق استعمال لدوال مختلفه. اوكي كمثال في عنا انه كيف الميبي مطبقة كمونات. اوكي سالي سكالا. اوكي فبي هيك الريتيرن بتكون اذا كان انستنس مونود من الميبي. يعني انت هلا عرفنا شو المونود هذه فوق هون عرفنا المونود مش هيك تمام عرفنا الفانكشنز تبع المونود ماشي هاي الكلاس. هلا اذا انت بدك تجيب شيء من نوع ام وتحطه كمونود اوكي بدك تعمل انستنس من الكلاس بدك تصير تعمل استخراج منها زي كانك تعمل شوي. انا قلت لكم انه انسوا الاوبجكت اورينتد هون بس بهذه النقطه مش ضروري كتير وانا اللي عم حاول فهمكم اياه انه ما تخلطش كتير مع هاسكل مع الاوبجكت اورينتد. اوكي بس هيدا النقطه هون بالخصوص بس لانه بدنا نستعمل الكلاس تبع المونود. فاذا بدي استعمل النوع تبع الكلاس تبع المونود واطلع شيء قيمه مبنيه على المونديه وفي بتكون نوعها ميبي اوكي فبكون هيك بعيد انا تعريف الفانكشن كاني عم بعمل override كيف بعمل object oriented بتعمل override فنفس الشيء كانك بتعمل override للfunctions من اول جديد بتعيد تعريفهم بس على اساس انه النوع اللي حطيته هون. يعني اذا النوع اللي عندك هون عم حطه maybe وعم ركبه كمونات فبتصير عندك return just يعني return عفوا return هي بتساوي just. اوكي والbind بتصير هي then underscore عرفت كيف؟ ايه ف اوكي ايه ليش حطها بتساوي جاست هون هاي اللي بدي لكم اياها هلا ليش حطها جاست اوكي حطت جاست هيك ريتيرن بتساوي جاست انه لو حطيت انت بدك ترجع يعني لازم ترجع لك شيء عرفت كيف يعني ريتيرن طلع بالتايب تبعها هون تاخذ لها شيء قيمه وترجع. طب شو بدها تاخذ اذا حطيت النثينج شو بدها ترجع يعني اوكي كاش تعمل مونود لنثينج اصلا ما لهاش تعمل بس عشان هيك بتحطها انت على جاست بس. اوكي طيب الحصه الجايه بيكون على الفانكتورز. اوكي
وهو ماشي صح الصراحة، لأنه لازم أنت حتفهم كل المونادز، بدك تخلص الفانكتورز قبل كده الفانكتورز، وبعدين بتوصل للمونادز، ماشي الحال. وطبعا هذا كل شيء، ونشكر متابعتكم شباب. سلام، باي.